المفهوم يتأكد، وأن إذا كان التجربة المصرية أدت إلى ما أدت إليه فلأنها اختارت الطريق السريع، في حين يعني الطريق السريع معناتها لجنة خبراء، هم مازال نسمعنا حاجة على الفكرة هذه تاع لجنة خبراء ويتلموا يعملوا لنا دستور ونصادقوا عليه في جمعة ولا جمعتين، رجعت وهي عمرها لا توقف، لأن دائما كان وراء كل هذا قدح في الشرعية وتشكيك قريب ما فما كان الانتخابات ما نشكوش فيها، أما كل النتائج نقولوا انتخابات خارقة للعادة ومنظمة وديمقراطية وشفافة واللي صاروا عليها الناس عظام، لكن النتائج نتاعها يا ريت كانت حاجة أخرى. واللي نشوفوهم اليوم يشكوا في شرعية المجلس الوطني التأسيسي، وكان نرجعوا بالتوالي وانتم رجال ونساء الإعلام عندكم القدرات والكفاءات والتقنيات اللازمة باش ترجعوا شوية بالتوالي وتشوفوا شنو اللي كان موجود في الوقت هذاك من كل الأطراف اللي هي مازالت موجودة، شنو ما نواقف تلقاو فما انسجام مع التشكيك في الشرعية وفكرة أنه كل ما نقرب من الهدف إلا ونزيدوا نطلعوا في المهاترات وحل الحكومة. وتوا المجلس الوطني التأسيسي حل المجلس الوطني التأسيسي، احنا نقرب من تحقيق الهدف والسخانة تزيد تطلع مع سخانة الطقس العادية تولي حاجة مقلقة ياسر. إن شاء الله اللي وقع في مصر يساهم في دفع الأحزاب والأطراف اللي ما زالت مترددة إلى تعديل المواقف متاعها، لكن في نفس الوقت يلزم الماسكين بالسلطة كذلك يستخلصوا الدرس، لأن إذا كان كنا كان الخيار متاعنا سليم في حماية البلاد من هالانقسامات في مرحلة دقيقة، مرحلة انتقالية معروفة تاريخيا أنها من أدق المراحل، ما نجموش نقول أن كنا مثاليين في تسيير البلاد، يعني هنالك أخطاء وهنالك ترددات انزلاقات. بالطبع احنا في التكتل نعتبروا ونتصور كون الصورة هذه ماهيش مبالغ فيها، وأن وزراء التكتل وكتاب الدولة يعني الأداء متاعهم فوق المعدل بكثير. بالنسبة للناس اللي هما يمثلوا حاجة في البلاد وعبروا على المواقف تدعو إلى حل المؤسسات الشرعية اللي اليوم هي عندها الشرعية الوحيدة، ما نقولش هي الشرعية وحدها، لكن الشرعية اللي هي ثابتة وواضحة من خلال صناديق الاقتراع، ما ثماش حاجة اليوم في تونس غير المجلس الوطني التأسيسي. يجي إنسان يقول بالله هذا يلزم يتحل، إيه وبعد؟ ثم شنو اللي واقع؟ باش نعوضوه؟ نعوضوه بالتوافقية، وشكونها في هالتوافق؟ نوليو نعينوا في الناس هذا وهذا 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 يتلموا ويعطيونا الحل. يعني أمور غريبة. هي غريبة وقت تجي من كل المسار، لكن تولي غريبة أكثر من اللزوم لأنها تعبر على غياب في المسؤولية وقت يجي من الناس اللي يتحملوا في وقت ما مسؤولية.